السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله النهارده هنملح الزيتون التفاح، وده الفلفل، وده جزر بشرته. بصي يا حبايبي، ده الزيتون التفاح ده لما بيتملح مع الزيتون الاخضر مع بعضيه ده بيستوي بسرعه، فهنقي ده وحده وايه، واخد الاخضر ده وحده. ده ان شاء الله هحط له الجزر والفلفل واملحه وحده، والاخضر ده وحده، ده بياخد سوا عن التاني، وهنقيه كده وهروح لكم ان شاء الله. ده هنعمل الزيتون التفاحي بالجزر والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاي يا حبايبي، ده جزر على الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفلفل، حطينا الجزر والفلفل على الزيتون، وده ان شاء الله ايه، الكرفس. وده الثوم. كده ونقلبوه على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الخلاص في بعضيه. نعبي البرطمان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده يا حبايبي، عشان نخلي المكان ايه، نحط ايه، طرنشات ليمون فوقيه. منخلوش مليان قوي عشان ما يكبش ميته كده من فوق. كده عبيناه يا حبايبي، نحط بقى الليمون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كفاية عشان ايه، ميبقاش مليان عليه. بس كده خلاص. ده لتر مية. حبايبي لتر ميه، عليه نص كوبايه ملح ومعلقه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نكمل زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص. ده اسمه ايه، الزيتون تفاح. اهو يا حبايبي، جبت كده كيسة، نحط ايه تحت الغطا عشان ما يدخلوش هوا خالص. كده اتقفل عليها. عشان حبيبتي اللي طلبت مني الزيتون، معلش يا حبيبتي اتأخرت عليكي،
وجربي الزيتون ده، وان شاء الله برضو هعمل لكم الزيتون الاسمر التاني، واعمل لكم ان شاء الله باذن الله الزيتون العزيز التاني برضو الاخضر. وجربوا كده وقولولي، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم كده لايك كده وكومنتات عشان اعرف ان عجبكم. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.